الاخر على مستوى القاعده. لماذا؟ لانه لم تشرك في القواعد في اعداد هذا العقد الوطني الاقتصادي. عقد الاتحاد اتحاد امن النقابه شارك من خلال خبراء واخصائيين في اعداد هذا العقد الوطني الاقتصادي واتفقت عليه كل الاطراف، ولكن لم يلعب دوره على مستوى القاعده لاننا لم نشارك. هذا انا اعتبرها ان تؤخذ كدرس للنقابات التي تريد ان تعد عقد وطني اقتصادي ان تشرك قواعدها العماليه في اعداد هذا العقد الوطني الاقتصادي حتى يكون لهم الاثر الاكثر ايجابا. نقطة أخيرة وهي مسألة التعددية النقابية وفعالية نتائج الحوار الاجتماعي. أنا لست ضد التعددية النقابية لأنها موجودة في الجزائر منذ بداية التسعينات، ولكن من التجربة الأخيرة من خلال الحوار الاجتماعي ووجود نقابات فيما بينها غير متفقة، فكيف يمكن أن تؤثر بشكل فعال؟ هذا أثر على الأقل أخر في الحصول على النتائج الإيجابية. إذا هنا لدي سؤال إلى معالي سفير النرويج، ما رأيكم في التعددية النقابية؟ هل هناك تعددية نقابية وفعالية النقابة الوحيدة في الحصول على حوار اجتماعي فعال؟ آخر نقطة وهي المرأة وحقوق وتقية حقوقها في المجتمع. لدينا قناعة أن المرأة إذا لم تكن لديها سلطة القرار لا يمكن أن تحقق مطالبها الاجتماعية والمهنية والسياسية إلى غير ذلك. وعملنا ملاحظ انه في الجزائر ان كل اتفاقيات العمل الدوليه معظمها مصادق عليها، في دور تشريعاتنا الوطنيه وحتى في الدستور لا توجد فرق في القوانين، ولكن المشكله هي في التطبيق وخاصه الذهنيات وليس ذهنيات المجتمع، لانه بحكم تجربتنا في النظام النقابي وايضا السياسي لاحظنا ان المجتمع يتقبل المراه التي تريد ان تناضل وتحقق هدف معين، ولكن المشكله في ذهنيات المسؤولين سواء في الاحزاب او التنظيمات أو أيضا السلطات العمومية. وبالتالي حكم تحسين خاصة نحن على مستوى الاتحاد العام أنه هناك نساء على مستوى القاعدة بنسبة حاليا 40% مناضلات نقابيات على مستوى القاعدة، ولكن لو نلاحظ في الهرم في الهياكل والهيئات التنفيذية فهي بنسبة 5%، وبالتالي لا يمكن أن إذا هناك ضعف لتحقيق حقوق المرأة المهنية وخاصة المهنية الاجتماعية، مرافق الاجتماع الاجتماعية، حضارات كغير ذلك، وتقي حقوقها داخل المؤسسة لأنها غير متواجدة على طاولة الحوار والتفاوض الجماعي. ولاحظنا الفرق فعلا أنه إذا في وين موجودة مرأة على طاولة التفاوض هناك امتيازات للمرأة، ولكن إذا ما فيش وجود مرأة فهذا لا يؤخذ بعين الاعتبار كل حقوقها وأيضا خصوصيتها كمرأة داخل المؤسسة. إذا عملنا حملة بالتعاون، هذه آخر نقطة، حملة للتعاون مع منظمات نقابية أجنبية أخرى وأيضا مراكز للدراسة والبحث داخل الجزائر على المطالبة بالكوطة كمرحلة أولى من أجل دعم تواجد المرأة في الهيئات والهيئات، مع 30% في المسؤوليات داخل المنظمة النقابية، هذا قصد تحقيقها في المؤتمر القانوني في سنة 2018. آخر نقطة، أيضا تواجد النساء في المجالس المنتخبة السياسية لابد أن يكون أيضا دور وتواجد، لأن نحن الآن ب 7% ولكن نظمنا كنقابات وجمعيات نسائية على المحصلة بتعديل دستور قانون جديد بكوطة 30%، حصلنا عليه وهذا تم إصدار هذا القانون اللي هو 30% في المجالس المنتخبة اللي راح يكون تشريعية يوم 10 مايو. وسوف لن نتوقف عند هذا، ولكننا ايضا النظام مستمر في العمل مع هؤلاء النساء في البرلمان للحصول على اكثر حقوق. وشكرا. يعني احنا تو وصلنا الى اخر الوقت، اما تدخلي مش ممكن انا تجاوزنا معاك. يعني انا تدخلات مختصره. شكرا سيدي الرئيس. إذا سمحتم أريد أن أتي بشهادة شخصية لأنني علاوة على ممثل الاقتصاد الاجتماعي في المنطقة كذلك أنا رئيس لشركة في المغرب، و
نشاطين في شركتين عدد ديال العمال يعني 30 او 40 عامله، وبالتالي اطرح السؤال فيما يخص المقاولة الصغرى في الحوار، لان مزيان نضرب الحوار بطريقه يعني حقوقيه المقاولة الكبرى، ولكن حنا نعرفوا ان يعني ثلثين العمال يشتغلون في المقاولات الصغرى والجي الصغرى ماشي المنتهيات الصغيره. المشكل ديال الحكمه في داخل المقاوله فعلت بنا انه نأسسوا نقابه للمقاولين الشباب والمقاولات الصغرى، ونشتغل الى جانب وضعي الى جانب يعني رواد ديال العمل النقابي العمالي في المغرب. كذلك اشتغلنا منذ سنوات وحتى فتح ماي الى جانب العمال، فالحوار داخل المقاوله يعني تعيشون المشاكل اللي تنعانيو منها كمقاولين شباب ومقاولات صغرى الى جانب العمال، يعني تعايش يومي وحوار يومي. فكيفاش يمكننا ننزلوا هذا الحوار اللي سنهضروا عليه اللي هو بين المؤسسات اللي تشغل اكثر من 200 او 500 او 2000 اللي عندها يعني تقنيات ديال الحوار ويمكن تخضع الى اليات وتقنيات، كيفاش يمكن ننزلوا هذا الحوار الى داخل المحاولة الصغرى؟ فهذا سؤال اطرحه. تنظن ان منظمه العمل الدوليه لازم تفتح كذلك الباب الى هذا النقاش. شكرا. شكرا سيد الوزير، وشكرا الى السيده والساده الدكتور الاكاديم، كما اردت ايضا ان اشكر مكتب القاهره لمنظمه العمل الدوليه على اعدادي لمدخل لهذا الحوار يتمثل في الوثيقه التي قدمت لنا والتي تتضمن في اخرها خمس اسئله تنشط الحوار وتدفع بنا الى بلوغ جمله من المقترحات والتوصيات في ختام هذا المؤتمر. لي سؤال سيد الوزير، لاحظت ان لم يتم تناول لدى جميع المتدخلين، وهو السؤال الخامس، وهو سؤال اتقدم به الى المنصه الى من يريد ان يوضح موقفا في موارد في وثيقه الغد. ثم لي ملاحظه، نتحدث عن الحقوق الاساسيه، نتحدث عن الحوار الاجتماعي، نتحدث على المصداق، ولكن ما الاحظ هو المبدا الاساسي يقوم عليه الحوار الاجتماعي هو مبدا التوازن. فمتى اختل التوازن لم يبلغ الحوار الاجتماعي اهدافه وحال على المصائب. وفي هذا المجال من التوازن سوف اتحدث عن الحقوق الاساسيه في العمل، فلا يمكن البدء تناول مساله الحقوق بمعزل عن الوزن، لا يمكن تناول مساله الحقوق بمعزل عن الوزن. فامام الحقوق هناك واجبات وهي تفرض في العلاقه الشغليه والتعاقديه للعامل ولصاحب العمل، ومدى التوافق في احترام الحق والواجب ياتي هنا التداول الاساسي للحوار الاجتماعي، في حوار اجتماعي متوازن جاد ومسؤول. اليوم امامنا مسائل حارقه في التطبيق نفسه في المنطقه. هل نبدا بمساله الانتعاش والاقلاع لكي ناتي الى عموم الحقوق وعموم التنميه، ان نحقق مطالب في الحقوق والتنميه حتى نتمكن من الانتعاش ومن الانتعاش؟ وهذه الجدليه يجب ان يتناولها الحوار الاجتماعي الثنائي والثلاثي لاجل ايجاد حلول، فالمطالب كثيره والاضطرابات اكثر، ولا نخفي ان عديدا من مواقع العمل قد فقدناها، عديدا من الاستثمارات قد غادرت المنطقه نتيجه لعدم تاطير مثل هذه المطالب، ومطالب الحوار الاجتماعي اليوم ان يجد حلولا عاجله وطنيه لهذه المساله. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. شكرا
الاجتماعيون تنمو بإيتما مكاسب عديدة سواء على مستوى دعم ظروف الأعمال الناقة والمقدرة الشرعية للقجرات أو المحافظة على ديمومة المقصة الاقتصادية وتنافسيتها لقد سمح ذلك الظهور وربا الاجتماعية. أما في بلداننا فمثل سوء الحظ تعيش الحوار الاجتماعي كشر من المنطقة ولا أدل على ذلك من طريقة ممارسة الحوار الاجتماعي في جل بلداننا في شمال أفريقيا فهو سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا سواء تتعلق بالحكومية القطاع العام أو بالقطاع الخاص تجدونه شديد التمعكس تشرف عليه وتسيره السلطات السياسية وتجده يكاد ينحصر في المفاوضة الجماعية حول موضوع رئيسي وهو مراجعة الأجور لذلك يكون الحوار الاجتماعي في بلداننا غير منتظم يتأثر بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه يتأثر بطبيعة العلاقة السياسية بين السلطة الحاكمة وبين العقلات والآن بعد الثورات فأي مستقبل للحوار الاجتماعي في بلداننا وأي نوعية للحوار الاجتماعي نريد أولا رجاءنا أن العراقيل الترتيبية والقانونية التي تعيق تطور الحوار الاجتماعي يدعو إزالتها من نوع احترام الاتفاقات المبرمة ومن نوع التصديق على الاتفاقات الدولية غير المصدق عليها. الشرط الثالث وهو أن يتطور الحوار الاجتماعي من المفاوضة حول الحق النقابي والترفيع في الأجور إلى مفاوضة حول الاختيارات الاجتماعية والمجتمعية الكبرى وحول نمط التنمية حيث تكون هناك علاقة وطيدة بين عمل الناس والرقي بظروف العمل وبظروف المعيشية العمال وبين تطوير مؤسسة الإنتاج الاقتصادية والمحافظة عليها وعلى ديمومتها وتنافسيتها وبالتالي إنه من المنصف أن نلاحظ أن بعد الثورة في جل البلدان الحوار الاجتماعي لا تتوفر فيه إلى حد الآن هذه الشروط ولم يرتقي الآن إلى ثقافة حكم وإلى أخلاق سياسية أي أنه لم يتطور لحد اليوم إلى آلية من آليات الحكم الرشيد وشكرا. سيد شكرا. في الحقيقة استمعت إلى المداخلة التي ألقاها صديقي محمد وبعد ذلك بعض المتدخلين ولكن استرعى انتباهي تدخل الأخ ممثل الكونفدرالية من المغرب وكذلك وزير المغرب الشقيق. الحوار الاجتماعي له أسسه وضوابطه. الحوار الاجتماعي هو الإطار الشامل الجاف. الحوار الاجتماعي يبدأ من الأسفل ليرتقي إلى الأعلى. يبدأ من المؤسسة، فالجهة، فالقطاعي، فالوطن. هذا هو الحوار الاجتماعي. التجربة في الحوار الاجتماعي في تونس منقوصة. هناك حوار اجتماعي ولكن هناك حوار اجتماعي لا يدور إلا على قدر تغذي ساخن. يعني أنه لما تكون هناك هزات اجتماعية أو تكون هناك مشاكل يأتي الحوار الاجتماعي